منذ قمع الثورة بدوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات الشعبية في العام 2011، يعتبر الشعب البحريني شهر مارس آذار من كل عام شهر ذكريات مؤلمة بعد سقوط العديد من الشهداء على يد قوات الاحتلال السعودي الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية في حملة انتقامية تكفيرية ذات نفس طائفي أسفرت عنها استشهاد العديد من المتظاهرين، سيما مجزرة سترة التي راح ضحيتها الشهيد أحمد فرحان، بالإضافة إلى عسكرة البلاد وفرض الأحكام العرفية والعسكرية. وقد شهدت بلدات السنابس والده وسماهيج والدير والنويدرات والمعامير وعشرات المناطق الأخرى تظاهرات تحت شعار مقاومة رفضا وتنديدا لبقاء الاحتلال السعودي. فيما شهدت بلدة العكر جنوبي العاصمة المنامة حصارا أمنيا ومداهمات لمنازل المواطنين على إثر عمليتين نفذتهما سرايا المختار وسرايا الأشتر، استهدفت قوات النظام التي كانت متواجدة على مدخل البلدة. كما شهدت جزيرة سترة مواجهات واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات النظام بعد قمع التظاهرات الاحتجاجية الرافضة والمنددة ببقاء الاحتلال.